المال الحرام كماء البحر كثير لكنه لا يروي، ولذلك بعض الناس عنده مال وجمعه من طريق سحت، والحبيب يقول ما نبت من سحت فالنار أولى به. هذا اللي يجمع المال الحرام أحيانا يسلط الله عليه مرض أغلى أبنائه عنده، طفل تحترق كل أرصدته لكي يعالج الطفل ولا يشفى، قد يكون مرضه مرض في زوجته يسحق هذا الحرام كله. الإنسان خلق عجولا وخلق الإنسان من عجل، من عجلته يبغى يصير تاجر، يعني الإنسان يقول لأبوه الناس تجروا وإن ما تجرنا وهي مسكن باليدين ولا صيدي، هذا من الله. إذا شاء الله إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، وفي الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فبعضهم اغتنى لأن الله شاء له الغنى وآخر افتقر لأن الله أراد له الفقر، والله حكيم سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك ابذل السبب لكن لا يكون بداية تجارتك حرام فيكون هذا زلزال السكينة في حياتك. ومعنى ربا أنك تأخذ سلاحك لتحارب ربك، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك، لأن الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال فأذنوا بحرب من الله. حرب يا أخي، رب العالمين يقول أني أحاربك، ثم أن الله لعن الآكل ولعن المؤكل ولعن الكاتب ولعن الشاهدين. أمر عظيم. إذا لعن ربي من اللي يزبنك؟ علمني بس، من اللي يؤويك؟ من الذي يجيره؟ لذلك لا تتهاون بقليل من الحرام، ترى قليل من الحرام يسحق الكثير من الحلال.